زي ما هنشوف كده. حتى القص الزاجل ده اهو، ده قص زاجل اهو ما شاء الله. الزغاليل معاه لسه عمرها صغير مش عمرها كبير. طب والله البيض ده قرب يفقس، وده زاجل مش لحم. انا لما اجي ابيعه كده اعرف ابيعه، انما انت تقنعني ان الحمام شغال. لا، ما اجي اقول لك الحمام المفروض يكون معاه تقول لي لا انت اول مره تربي حمام. لا انا مش اول مره اربي حمام، يقول لي اصل ده حمام جامبو والحمام الجامبو بيتاخر شويه. ايوه يبقى مش لحم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ استاذ احمد حمدي ابو حسن من اسكندريه. هنسلمه دلوقتي الثلاث قصوص اللي هو اشتراهم. اللي فوق ده اللي على اليمين، السلكه اللي على اليمين دي القص الاول، اول شغله. القص الثاني شغال ومعاه زغاليل وبيض. القص الثالث اول شغله. انا معلم لك القص الاول بعلامه في الراس كده عشان تعرف تسكنهم في السلكه، تمام؟ يبقى ده القص الاول. طبعا تحته الحصى فرزناه وهننقله دلوقتي ان شاء الله تحت حمام تاني. يبقى ده العلامة، خد بالك من العلامة بس، العلامة في الراس. ده القص التاني اللي معاه بيض ومعاه زغاليل، انا معلمتوش بعلامة خلاص. يبقى ده مفيش فيه اي علامات. زي ما حضرتك شايف الزغاليل لسه في عمر صغير والبيض ده بقاله تقريبا اسبوع، تمام؟ فمخصب برضو ان شاء الله. ادي الزغاليل اهو. نشوف كده عمق الزغاليل، الزغاليل لسه طريه اهيت. هنزل الزغاليل ديت على الحمام السايب وهنقل البيض ده برضو حضنه تحت حمام تاني. ده القص الثالث ما شاء الله برضو اول شغله. تحته الحصى عمران باذن الله. العلامه اللي انا اقصده العلامه فين؟ في الجنب. وربنا يبارك لك فيهم يا استاذ احمد ابو حسن. احطهم في الكرتونه دلوقتي واوديهم على الموقف ان شاء الله على طول. انا صديقي مصطفى البنداري كان شاري مني حمام. طبعا كان في حد بيسال ان هو شاري حمام لحم من حد يعني، فالحمام اتاخر. فصديقي مصطفى البنداري هو اخد مني، كان اخد مني قصوص وبيقول ان الحمام حصه في خلال 8 ايام. طبعا انا رديت عليه قلت له مش شرط يا غالي، ده رزقك وربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. نبدأ بالكلفة بتاعت الحمام. الكلفة دي عبارة عن ايه؟ او بعد كده هقول لك برضو المقادير. الكلفة دي فول سلة ودورة حمام، طبعا دورة حمام من النظيف الابيض اللي هو بنقول عليه دورة عويجة، ودورة اصفر سواء الدورة اللي هو في حجم الحبات الفشار او الدورة اللي هو مجروش. لو هو دورة من الكبير هيبقى دورة مجروش جرش خشن مش الدورة الناعم. والقمح، يبقى هما كده عندنا فول بسلة دورة ابيض دورة اصفر قمح، خمس اصناف، تمام؟ خمس اصناف. في بقى ممكن تضيف عليهم عدس، بس ما يفضلش ان انت تضيف العدس في الصيف لانه العدس حامي على الحمام في الصيف الحر ده، فانا بفضل ان نضيف العدس بس في الشتاء بس فقط وبكميات قليله كمان ما بنضيفوش كتير. طيب يبقى دي المكونات. طيب ايه المقادير بتاعتها؟ المقادير بتاعتها يا سيدي، لو هتجيب 5 كيلو ذره حمام او ذره عويجه الذره الابيض هتجيب عليهم 2.5 ذره اصفر و2.5 قمح، بقينا كده في 10 كيلو، تمام؟ 2.5 اصفر و2.5 قمح يبقى بقينا في 10 كيلو على ال5 كيلو اللي هم حمام، زائد عليهم كيلو ونص فول وكيلو ونص بسله. هي دي الكلفه اللي قدام سيادتك دي، تمام؟ كده الكلفه. تزودها بقى على حسب ما انت عايز، على تزود عشرات عشرينات على حسب الكميات اللي عندك. انا قلت لك كميه ال5 كيلو دور حمام بتضيف عليهم ايه، دول هيعملوا لك بتاع حوالي 13 كيلو اللي انا قلت عليهم دول. عرفنا كده المكونات الكلفه. المكون الخطير اللي بيضاف عليها بقى اللي هيخلي الحمام عندك ما يقطعش بيض ويبيض طول السنه، اللي هو ايه؟ اللي هو ثنائي فوسفات الصوديوم. ايوه يا جماعه، ثنائي فوسفات الصوديوم هتلاقيه عند اللي بيبيعوا مستلزمات الحمام او البيطريين يا جماعه. بتستخدمه ازاي؟ بتحط معلقه اكل كبيره على 5 كيلو من الكلفه دي طول السنه. بتعطي علاج ما بتعطيش علاج، فانت بتعطي منه طول السنه بتضيفه على الاكل. ده التحديق ما ينفعش ان انت تمنعه عن الحمام يوميا وفي كل وقت زي الاكل وزي ثنائي فوسفات الصوديوم. دول الثلاث حاجات دول يا جماعه دول دايما بيكونوا موجودين طول السنه. من غير التحديق ده اللي بيبقى فيه محار البحر عشان يكون القشره، طبعا هو ده فيه، لكن ده برضو الحمام بيحب يحدق. نخش على الصنف الرابع اللي هو
جروفيت بلس، ممتاز جدا يا جماعة، مجموعة من الفيتامينات النادرة والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية، تمام. ده أحسن فيتامين استخدمته للحمام، لكن حذاري إن أنت تستخدمه والحمام عنده إسهال، ما ينفعش إن أنت تستخدمه مع الإسهال، بيزود الإسهال يا جماعة. أي فيتامينات ما استخدمهاش مع الإسهال، تمام. يبقى كده خلصنا، ده 3 أيام برضو في الشهر، وده 3 أيام في الشهر، وزعهم كده. طب ليه هو انا مش عارف اشتري حمام شغال من على الانترنت؟ ادخل على جروبات الفيسبوك مجموعات الحمام اللحم، الاقي ناس نشرة حمام لحم للبيع، حمام لحم شغال للبيع. طيب يا عمي انت منين؟ الاقي المكان مناسب؟ طبعا كتير قوي مش عايز يكتب عنوانه، معرفش. طب انت مش عايز تكتب السعر؟ ماشي. مش عايز تكتب رقم التليفون؟ ماشي. كله على الخاص؟ ماشي، ما قلناش حاجة. طيب البلد، لو انت كتبت بلدك هتريحني وتريح نفسك، دي نقطة. تالت نقطة، طبعا هتريحني وتريح نفسك لان في اماكن بالنسبه لنا كمان صعب انك تشحن لي منها. انا في محافظه دمياط، ممكن بلدك ما فيش فيها مواصله مباشره لدمياط، وانا بالنسبه لي بعمل كده برضو لما باجي ابيع حمام، بسال على البلد اول شيء، انت منين، اشوف ان ينفع اشحن له ولا ما ينفعش. ده اول شيء. السعر انت حر في الاتفاق مع الزبون بتاعك، انت حر فيه، لكن كونك انت اما اطلب منك جوز حمام لحم شغال او مجموعه حمام لحم شغال، انا عايزك تصور لي الحمام اللحم شغال كده. اطلب منك فيديو، تبعت لي فيديو لحمام سايب في الارض كده وتقول لي ده الحمام الشغال. طب فين يا عمي؟ تبعت لي صورة حمام كده بالشكل ده في الارض كده، او حمام واقف كده، او حمام واقف بالشكل ده فوق كده، وقول لي ده الحمام الشغال. يا عم ازاي حمام شغال؟ طيب الحمام ده شغال، طب فين زغاليله؟ طب فين بيضه؟ يقول لي انا بعت الزغاليل. طيب لما بعت الزغاليل ده حمام لحم، فين البيض؟ يعني انت اكيد بعت الزغاليل دي على الاقل يعني عمر شهر 25 يوم، يبقى معاهم بيض او معاهم زغاليل. لو انت يعني بعت زغاليل زي ما انت بتقول، ده لو حمام شغال فعلا صوره لي على شغله، صوره لي. لو حمام سايب صوره لي كده، صوره لي كده، قول لي ده حمام رائد على حصى، قول لي ده حمام رائد على حصى، قول لي ده معاه زغاليل، قول لي ده معاه زغاليل كده. انما كده يبقى ايه اللي عرفني الحمام ده شغال؟ شغال بأماره ايه؟ بقى حمام لحم يعني حمام معاه بيض او معاه زغاليل، زي ما شفنا كده، زي ما احنا شايفين كده. ربنا يبارك له وحسن فيهم. طبعا البيض ده يعني مش عايز اقول لك، يعني ما يكون فات عليه اسبوع، يعني لسه 11 يوم او 10 ايام ويفقس. يبقى الزغاليل دي ممكن حتى تستنى معاه، يبقى معاه زغاليل وزغاليل، وده اللي بيحصل في اوقات كتير معانا، ان يبقى فيه زغاليل كبيره وزغاليل صغيره. زي ما هنشوف كده، حتى قص الزاجل ده اهو، ده قص الزاجل اهو، ما شاء الله الزغاليل معاه لسه عمرها صغير مش عمرها كبير. طب والله البيض ده قرب يفقس، وده زاجل مش لحم. انا لما اجي ابيعه كده اعرف ابيعه، انما انت تقنعني ان الحمام شغال، لا. ما اجي اقول لك الحمام مفروض يكون معاه، تقول لي لا انت اول مره تربي حمام. لا انا مش اول مره اربي حمام، يقول لي اصل ده حمام جامبو والحمام الجامبو بيتاخر شويه. ايوه يبقى مش لحم، تمام. يبقى تصور لي بالشكل اللي احنا شفناه دلوقتي ده، غير كده ما تقوليش الحمام شغال، قول لي الحمام شباب، قول لي الحمام عطلان، قول لي الحمام مريح، ما تقوليش الحمام شغال الا اذا صورته لي مع بيض او زغاليل. اهو حمام شغال، يبقى معاه زغاليل او بيض. هنا اهو معاه الزغلول اهو ما شاء الله، ومعاه بيض، ما اعرفش يمكن فقس كمان البيض اللي فوق، مش عايز اقول لك يمكن البيض اللي فوق فقس او هيفقس، انا ما بصيتش عليه والله من فتره ومش فاكر تاريخه كام، لكن بصور لك كده. تعالى اهو اهو زغاليل وبيض. ما ينفعش تقول لي حمام شغال وحمام لاحم ومفيش معاه حاجه خالص، يبقى لسه الحمام ما اشتغلش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.